السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد، أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنكمل شرح المحور الثاني The World Around Me Chapter 1 Our Natural World أو عالمنا الطبيعي، وكنا أنهينا الدرس اللي فات شرح Page 74 أو صفحة 74، ونبدأ النهاردة نشرح page 75 أو صفحة 75. وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى أنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض أول بأول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول للديسكوفر وذاكر منه ما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين هنا page 75 أو صفحة 75 bigger or smaller. bigger يعني أكبر، or يعني أو، smaller يعني أصغر، أكبر أو أصغر، bigger or smaller. وزي ما احنا عرفنا في الدروس اللي فاتت all plants need water, sunlight, soil and air. إن كل النباتات بتحتاج للwater أو المية، sunlight ضوء الشمس، soil التربة، and air والهواء. والنهاردة إن شاء الله هنتعرف على الفرق بين أحجام النبات. فهو هنا بيوضح لنا إن في كذا حجم من أحجام النبات. أول حاجة الجراس، الجراس اللي هو العشب، الأعشاب الصغيرة اللي بتنمو في الأرض حوالين النباتات الكبيرة والنباتات المتوسطة، دي اسمها جراس. جراس يعني عشب، قول ورايا جراس يعني عشب، والكلمة دي لازم نبقى عارفينها كويس. تاني حجم من أحجام النبات اللي هو أكبر من الجراس أو أكبر من العشب وأصغر من التري أو الشجرة الكبيرة، التري يعني شجرة كبيرة، هو الشراب. شراب يعني شجيرة، شراب يعني شجيرة، يعني شجرة صغيرة شوية، أكبر من الجراس، أكبر من العشب وأصغر من التري أو الشجرة الكبيرة. تري يعني شجرة كبيرة، جراس يعني عشب، شراب يعني شجيرة، شجيرة يعني شجرة صغيرة. والدايركشنز هنا بتاعت البيج دي بتقول circle the plant that is bigger. circle يعني ضع دائرة حول the plant النبات، that is bigger يعني اللي هو حجمه أكبر. وزي ما احنا شايفين هنا البيجر بلانت أو النبات الكبير هو التري دي او الشجرة دي، وبعد منها الشراب او الشجيرة الصغيرة، واخر حاجة الجراس او العشب. فاحنا هنعمل سيركل حوالين التري اللي موجودة هنا اللي لان هي البيجر بلانت او النبات الاكبر. وهنا في صورة للديزرت، وهنا في صورة للشراب او الشجيرة الصغيرة، وهنا في تو تريز، واحدة فيها ليفز أو أوراق والتانية ما فيهاش أي أوراق. وبيوضح لنا هنا تحت الصورة الفرق بين الشراب أو الشجيرة والتري أو الشجرة. شراب يعني شجيرة، شجرة صغيرة، وتري يعني شجرة أكبر. وفي الجزء التاني من البيج هنا بيقول لنا الدايركشنز بتاعتها draw. draw يعني ارسم، a flower، flower يعني وردة أو زهرة، color it red، لونها باللون الأحمر، draw a bigger flower، ارسم زهرة أكبر، color it yellow، لونها باللون الأصفر. We now you will show that you know how to draw bigger and smaller plants. دلوقتي انت هتوضح ازاي انت هتعرف ترسم bigger and smaller plants، يعني نباتات كبيرة ونباتات أصغر منها. فاحنا هنا هنرسم زهرة صغيرة ونلونها باللون الأحمر، وهنرسم زهرة أكبر وهنلونها باللون الأصفر. يبقى draw a flower، ارسم زهرة، color it red، لونها باللون الأحمر، draw a bigger flower، ارسم زهرة أكبر، color it yellow، لونها باللون الأصفر. والكلمات الجديدة في البيج هنا bigger يعني أكبر، smaller يعني أصغر، grass يعني عشب، shrub يعني شجيرة، flower يعني زهرة، red أحمر، yellow أصفر. وكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل لبيج 76 أو صفحة 76، وعنوانها كالآتي The Visitor from
space. The visitor يعني الزائر. From space يعني من الفضاء. Visitor يعني زائر. From يعني من. Space يعني فضاء. والdirections بتاعت الpage دي بتقول listen استمع to your teacher لمعلمك then use your senses ثم بعد ذلك use استخدم your senses حواسك to describe لتصف water الماء. فهو هنا جاب لنا قصة جميلة ولطيفة قوي بيقولك استمع ليها من المعلم بتاعك وبعد كده استخدم your five senses أو حواسك الخمسة to describe لتصف water الماء. وأول سطر في الستوري الصغيرة دي the space visitor misses the bus. The space visitor يعني زائر الفضاء misses يعني فاتوا أو لم يلحق بي the bus الأوتوبيس الحافلة اللي هو بيركبها. The space visitor comes to your classroom. زائر الفضاء comes أتى to your classroom إلى الفصل بتاعك لحجرة الفصل بتاعك. The space visitor is thirsty. زائر الفضاء is thirsty يعني عطشان يشعر بالعطش. You get the space visitor water. انت احضرت له بعض المياه اديت له شوية مية يشرب. The space visitor asks what is water. زائر الفضاء asks سأل what is water ما هو الماء. دي الستوري الصغيرة اللي انت تستمع ليها من المعلم بتاعك. وبعد كده بعد ما احنا عرفنا الستوري بتحكي عن ايه هنستخدم our five senses او حواسنا الخمسة to describe water ان احنا نوصف المية ايه هو الماء. وزي ما احنا عارفين ان الماء حاجة مهمة للكائنات الحية سواء كانت نباتات او حيوانات او انسان علشان يفضل عشان يعيش. هنا اول حاسة عندنا هو رسم لنا صورة الاير او الاذن والحاسة الخاصة بها طبعا is hearing. Hearing يعني السمع. تاني صورة هنا هي النوز والحاسة الخاصة بالنوز او بالانف هي السميل. سميل يعني الشم احنا بنشم رائحة الاشياء عن طريق our nose. تالت صورة هنا صورة الماوس او الفم والحاسة الخاصة بها هي التيست. التيست يعني التذوق احنا بندوق طعم الحاجة باور ماوس. رابع صورة هنا صورة الاي او العين والحاسة الخاصة بالاي هنا هي السايت او البصر. احنا بنشوف الحاجات with our eyes بعنينا فالحاسة الخاصة بها هي سايت. خامس صورة هنا صورة الهاند او اليد والحاسة الخاصة بها هي حاسة التاتش. تاتش يعني حاسة اللمس. فهنا انت هتستخدم حواسك الخمسة او your five senses to describe لتصف the water المية. هتقول ليها صوت ولا لأ, ليها رائحة ولا لأ, هل ليها طعم ولا لأ, ليها لون ولا ملهاش لون, ليها ملمس ولا لأ. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي. والكلمات الجديدة هنا هي visitor. visitor يعني زائر. from يعني من. space يعني الفضاء. listen استمع to your teacher لمعلمك then ثم بعد ذلك use استخدم your senses. senses يعني حواس to describe لتصف water الماء. space visitor زائر الفضاء misses لم يلحق بي فاته the bus الحافلة comes أتى your classroom حجرة الفصل الخاصة بك thirsty يعني عطشان water ماء get أحضر أو حصل على get حصل على أو you get يعني أنت أحضرت asks يعني سأل water يعني ماء what يعني ما أو ماذا
five senses حواس الخمسة، والكلمات التانية اللي احنا وضحناها أثناء الشرح ear وhearing. ear يعني أذن، hearing يعني سمع، nose يعني أنف، smell يعني شم، mouse يعني فم، taste يعني تذوق، eye يعني عين، sight يعني بصر، hand يعني يد، touch يعني لمس. وبكده نكون انهينا page 76 او صفحة 76، ونتنقل للpage اللي بعد كده. ونوصل لpage 77 او صفحة 77. وقبل ما نشرح اخر page في درس النهاردة، هنوصل لفقرة لوحة الشرف او اسماء اصحاب الشطار اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم شاطرين ومتابعين وبيجاوبوا معانا. والاسماء هي ملك او ملك حمادة، انجي او انجي اكرم، زياد، مريم، محمود، كنزي، عبد الرحمن، عبد الله، عائشة، زينة، مصطفى، موسى، ماريان، يوسف، وريماس او ريماس علاء، وشمس. كلكم شاطرين وكلكم حلوين، وان شاء الله تبقوا دايما في احسن حال، انتوا كل اصحاب الشطار. وقبل ما نشرح اخر جزء، احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول. وعنوان page 77 map of Egypt. map of Egypt يعني خريطة مصر، map يعني خريطة، of Egypt يعني خريطة الخاصة بمصر بلدنا الحبيبة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الخريطة هي صورة مرسومة او متصورة لمكان معين، والخريطة دي او الصورة دي بتضم كل المعلومات الخاصة بالمكان ده من ناحية المساحة والاتجاهات، يعني مساحة المكان ده قد ايه، الاتجاهات اللي فيه عاملة ازاي، ايه هو الشمال او اللي فوق والجنوب او اللي تحت، والشرق والغرب او اليمين والشمال، المكان ده فيه صحراء ولا فيه زرع ولا فيه مية. وطبعا كل حاجة بيبقى ليها لون، يعني الخضرة او الزرع بيبقى موجود على الخريطة باللون الاخضر، الصحراء او المكان اللي فيه صحراء كبيرة بيبقى لونه اصفر. لون المياه او الووتر on the map بيبقى لونه بلو او ازرق. فطبعا خريطة العالم او the map of the world زي ما احنا شايفين the blue part on our global map، اللون الازرق على خريطة العالم بتاعنا is water، هو المية. فلازم نبقى عارفين ان المياه او المية بيبقى لونها على الخريطة هو بلو ازرق، تمام. وهنا الدايركشنز بتاعت البيج دي، find يعني اوجد، and color ولون، the water on the map يعني المياه على الخريطة. هو بيطلب منك هنا ان انت تشوف خريطة مصر بلدنا الحبيبة وتوجد عليها او تشوف عليها المياه او المية موجودة فيها في انهي بارت فيها او في انهي بارتس في انهي اجزاء فيها، وبعد كده هتلونها باللون الازرق او بالبلو كولر. فاول حاجة موجودة على خريطة مصر بلدنا الحبيبة هو طبعا نهر النيل. نهر النيل او النايل ريفر هو الشريان ده اللي بيمر بوسط الخريطة، وهو شريان الحياة في مصر. وده طبعا نهر النيل اللي احنا عارفينه، ده اول جزء المفروض هنلونه باللون الازرق. تاني حاجة فيها ووتر او فيها مية على الخريطة هي ليك ناصر او بحيرة ناصر، وهي موجودة هنا، وهي مفروض ان هي موجودة على نايل ريفر او نهر النيل، بتبقى خلف السد العالي، وهي بحيرة بتتجمع فيها المياه الخاصة بنهر النيل، وهي موجودة هنا على الخريطة، وده البارت بتاعها او الجزء بتاعها.
ودي اسمها ليك ناصر او بحيرة ناصر. يبقى اول جزء نايل ريفر، نهر النيل. تاني جزء في ووتر هو ليك ناصر او بحيرة ناصر. تالت جزء هو الريد سي او البحر الاحمر زي ما احنا شايفينه، هو ده الجزء الخاص بالريد سي او البحر الاحمر، هنلونه برضو باللون الازرق او ان بلو. اخر جزء على الخريطة في ووتر هو الميديترينيان سي. ميديترينيان سي يعني البحر المتوسط، وطبعا البحر الاحمر اللي هو الريد سي والبحر المتوسط او الميديترينيان سي هما اكبر كمية مياه او اكتر مكان فيه لون ازرق على الخريطة، لان البحار المياه فيها بتبقى كبيرة جدا. فهنا في اربع اجزاء على الخريطة هنلونهم باللون الازرق او in blue color: الميديترينيان سي البحر المتوسط، الريد سي البحر الاحمر، النايل ريفر او نهر النيل، والليك ناصر او بحيرة ناصر. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي. والكلمات الجديدة هنا map، map يعني خريطة، Egypt يعني مصر بلدنا الحبيبة مصر، find يعني اوجد، color يعني لون، and يعني و، the water المياه او الماء، on يعني على، the map يعني الخريطة، Mediterranean Sea يعني البحر المتوسط، Red Sea يعني البحر الأحمر، Nile River يعني نهر النيل، Lake ناصر يعني بحيرة ناصر. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.